ذات يوم روت لجدتي قصة امرأة عجيبة، فقالت: هي امرأة ليست كسائر النساء، خفتها لا مثيل لها، أطرافها الأربعة لينة مرنة قابلة للمط، لها قدرة غريبة على الاستخفاء. منذ سنوات كانت تلك المرأة سيئة السلوك لأنها قامت بأفعال شديدة القبح. من أضيق فتحة كانت تدخل المنازل خفية لتسرق، مستخدمة أطرافها المرنة. هذا مرة عادت إلى منزلها فذهلت لأن لصا قد سرق بعضا من أشيائها. حزنت المرأة العجيبة وتألمت، لأن السرقة إساءة عظيمة وأمر قبيح جدا. أخجلتها أفعالها السابقة فذهبت إلى الشرطة، أقرت لهم بكل ما فعلته في الماضي ما أشعرها بالرضا، إلا أنهم قبضوا عليها وسجنوها. أمضت المرأة العجيبة في السجن عدة سنوات قبل أن يفرج عنها. لقد عهدت نفسها ألا تعود إلى أفعال السوء لكي لا تقبض عليها الشرطة وتسجنها. رأت يوما جارتها وقد تعذر عليها دخول منزلها لأنها ضيعت المفتاح. خفت فورا إلى مساعدتها، فهي تتقن جيدا دخول المنازل. استخدمت أطرافها المرنة ففتحت لها باب منزلها. فاضت السعادة في داخلها وامتلأت فخرا بما فعلت. لقد عزمت على استخدام أطرافها العجيبة لخدمة الناس. بات الناس جميعا يحبونها ويتحدثون عن أطرافها العجيبة. تناقل الناس أخبارها فذاع صيتها في كل النواحي. انتهى.